Thank you.
يعني الفنان عازف الكمان محمد ظهير، يعني اهلا بيك. بقاله كام سنه معاك يا معروف بزازه؟ بزازه. بقاله كام سنه معاك يا مايسترو؟ معايا حوالي 15 ولا 20. 99 سنة. سنة 99. يعني كتير، يعني تقريبا 22 سنة. يعني ماذا يميز؟ وزقته زق كان خايف يطلع سولو، بيميزه انه انا بعتبره سبيكة من اسلوب احمد الحفناوي على انور منسي. الله، دي شهاده عظيمه. انه يعني ما بين المنسي والحفناوي دول اعظم، واظن الكل حس الموضوع اعظم، يعني عازفي كمان في مصر. طبعا. اكذب عليا ولا تقول لي.
خلينا احبك وافضل احبك، خلينا احبك وافضل احبك من غير ما اعرف ايه سر قلبك. I'm not afraid.